بمناسبة حضورك النهاردة لمهرجان الأفرو الصيني، كلمينا عن حضورك وعن التكريمات وإزاي التنظيم شايفاه؟ متنظم حلو لطيف، المكان حلو بقصر المانسترلي. في مجهود، وأنا حضرت برضو السنة اللي فاتت. السنة دي في تنظيم أكتر وفي اهتمام أكتر وفي ناس متقدمه كتير قوي باعمال فنيه هايله، ففي تقدم. انا يعني حاجه تفرح الحقيقه يعني. يا رب. كلمينا عن احدث اعمالك الفنيه. حاليا دلوقتي مفيش اي احدث حاجه. اخر حاجه كنت عاملاها السنه اللي فاتت كانت رحيم، مسلسل رحيم. بس حريصه انك تشاركي في رمضان 2019. يا ريت، اتمنى كلهم يبعتوا لي اشارك.